السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مرة أخرى أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى الثالث ابتدائي مع مكون القراءة الوحدة السادسة الأسبوع الخامس مع النص التقويمي ويستمر السفر صفحة 218. بداية ألاحظ المشهد. إذن ماذا تلاحظون؟ نعم، إذن هذه باخرة، نعم، على ظهرها ابن وأب، يبدو أنهما مسافران. إذن باخرة وسط البحر. إذن أقرأ النص، تابعوا معي. ويستمر السفر. سافر عادل مع والده لأول مرة على متن الباخرة. كانت باخرة عملاقة تمخر عباب البحر وتكسر أمواجه. كان متكئا بجانب والده على حاجز السفينة، يتأمل البحر ويشاهد شساعته وقوته. قال في نفسه: من لم ير البحر من وسطه لا يستطيع أن يزعم أنه رآه، فهو لم يعتد في بلدته إلا على شاطئ هادئ يتزاحم فيه الصغار صيفا ويخلو منهم شتاء. وحينما نظر إلى الأفق لم يدري أهي السماء نزلت إلى البحر أم هو البحر صعد إلى السماء، فالفضاء الأزرق كتلة واحدة متصلة. تأمل عادل حركة الماء فقال لنفسه: لا شك أن هناك حياة أخرى تحت هذا الماء، مخلوقات حية ترزق، وأسماكا كثيرة متنوعة، وكنوزا من المرجان وأشياء أخرى. ويستمر السفر على متن الباخرة، ويستمر عادل في مشاهدة البحر، فيقول لوالده: كم هو عجيب أمر البحر، وكم هو ممتع السفر على متن الباخرة. إذن بعد الاستماع إلى النص نمر إلى الصفحة 219 لإنجاز التمارين أو الأنشطة الخاصة بالنص. أنمي معجمي. أعوض الكلمة الملونة بما يفيد المعنى نفسه. إذن على متن الباخرة، متني هي الكلمة الملونة التي سيتم تعويضها بكلمة لها نفس المعنى. على متن الباخرة، أو نقول على ظهري، على ظهري الباخرة. سافرت على متن الباخرة، أو سافرت على ظهر الباخرة. تمخر عباب البحر. تمخر نقول تشق، تشق عباب البحر. يشاهد شساعته، يشاهد شساعته. شساعته تعني اتساعه، كبره. إذن يشاهد اتساعه. ثانيا، أعين في النص المفردات المناسبة لكل معنى مما يأتي. كانت باخرة كبيرة. إذن باخرة كبيرة ذكرت في النص باخرة عملاقة. إذن في النص ذكرت عملاقة. تشق سطح الماء. إذن تشق سطح الماء، أو تمخر عباب البحر. إذن تشق في النص ذكرت تمخر. الفضاء قطعة واحدة ذكرت في النص، فالفضاء الأزرق كتلة واحدة. إذن قطعة كتلة واحدة. ثالثا، أملأ خريطة كلمة يستطيع. إذن يستطيع نوع الكلمة، نعم هو نعم فعل. أنواع الكلمة ثلاثة: يا فعل، يا إما اسم أو حرف. إذن يستطيع نوعها فعل. مرادفها يستطيع، مرادفها أو معناها يقدر.
يقدر، ضدها، ضد يستطيع، ضدها يعجز، يعجز. تركيبها في جملة، إذا يستطيع أركبها في جملة، يمكن أن أقول نعم يستطيع الإنسان تحقيق أحلامه بالصبر والاجتهاد. إذا يستطيع الإنسان تحقيق أحلامه بالصبر والاجتهاد. إذن يستطيع الإنسان تحقيق أحلامه بالصبر والاجتهاد. الفهم القرائي، 4. أكتب نعم أو لا أمام ما يلي بحسب النص. إذن الباخرة تمخر عباب البحر. نعم الباخرة تمخر عباب البحر حسب النص. نعم يتأمل عادل البحر. نعم يتأمل عادل البحر. عادل متكئ على حاجز الباخرة. أيضا نعم. نام عادل على سطح الباخرة. لا، هذه لم تذكر في النص. نعم. إذن خامسا، ألون بطاقات الأمكنة التي ورد ذكرها في النص. إذن هنا الأمكنة، ألون بطاقة الأمكنة، أي يقصدون المكان فقط. الباخرة، نعم الباخرة مكان وذكر في النص، إذن ألونه. الصغار، الصغار ليست مكان. أمواج أيضا ليست مكان. الأرض مكان ولم تذكر في النص. حاجز نعم مكان ذكر في النص. البحر مكان وذكر في النص. مخلوقات ليست مكان. عادل أيضا ليست مكان. بلدة نعم من الأمكنة أيضا، إذن ألونها. سادسا، أرتب الأحداث الآتية بالأرقام 1 2 3 4 حسب تسلسلها في النص. إذن ما هي أول حدث ذكر في النص؟ نعم، إذن أول حدث هو سافر عادل على متن باخرة عملاقة. نعم. الحدث الثاني، كان متكئا بجانب والده. الحدث الثالث، نعم تأمل عادل حركة الماء. وأخيرا أو رابعا، قال عادل كم هو عجيب أمر البحر. إلى هنا انتهت حصتنا، إلى اللقاء.